طبعا الحضور طاقة عدد النهارده كان في ناس من الحضور شباب تحية طيبة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا أينما كنتم من تلفزيون الفجيرة مطلع الشمس. أجمل تحية مشاهدينا، كما عودناكم نطلع عليكم في نهاية الأسبوع لنقدم لكم ما حصل عليه مراسلينا من تقارير بتغطية الفعاليات اللي كانت موجودة على أرض الإمارات السبع. مشاهدينا لنبدأ وإياكم في تقريرنا الأول. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أقامت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي إحدى مؤسسات اقتصادية دبي حفل تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، وذلك في 8 من يناير 2018 في المركز التجاري العالمي. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. احنا دائما نقول يعني الجائزه تحمل اسم كبير وثقيل، والاسم هذا يعطي دافع كبير ومسؤوليه اكبر على الفائزين بها، بحيث ان يستمرون ويتطورون وينافسون بصوره اكبر. لذلك احنا خلال 10 سنوات اغلب الشباب اللي فازوا بجائزه محمد بن راشد وصلوا لمراتب عاليه جدا، شركاتهم تطورت، فالحمد لله. هي طبعا خير لهم، يعرف الميديا عليهم، يعرف العالم عليهم، يعرف المستثمرين عليهم. لذلك الجائزة مهمة جدا في الوطن العربي، وتساعد كثير هاي المشاريع، وتساعد المنافسة بين الدوائر الحكومية أيضا في ابتكار طرق الدعم. يعني احنا دائما نقول إيد واحدة ما تصفق، وجود الدوائر الحكومية معانا اليوم وتكريمهم وتعريفهم على موضوع تعريف المجتمع لدعمهم لهذه الفئات شيء مهم بالنسبة لنا. طبعا احنا فيه لجنة تحكيم خارجية وداخلية، بحيث ان ننظر للجروث او النمو والتطور، العمليات، عدد الفروع، طريقة تعاملهم مع الكاستمرز، التعامل الداخلي، لو عندهم خطة مستقبلية موائمة مع استراتيجية الحكومة الاتحادية والمحلية، دورهم في المجتمع. فهي منظومة متكاملة، هذا من ناحية المشاريع. طبعا من ناحية الدوائر الحكومية والقطاع الخاص، هي كيفية دعمهم لهذه المشاريع من ناحية المشتريات، الحصول على عقود، الحصول على أفضلية في العقود. فهي منظومة متكاملة. احنا كمؤسسة محمد بن راشد يعني لا نستطيع ان نعمل على انفراد. تفاعل المجتمع، تفاعل الجهات، تفاعل الجهات التعليمية والحكومية والقطاع الخاص مهم بالنسبة لنا كمنظومة متكاملة لدعم ريادة الأعمال. مشروع فيذرز هو أول مشروع يعني أو أول ماركة إماراتية للمنتجات الجلدية والساعات والأقلام والمجوهرات. فكرة كانت مميزة من ناحية أنه ما في يعني في الأسواق ماركة عربية تحمل الشعار واسم عربي، فكانت فيذرز هي يعني أول مبادرة طلعت من الإمارات على غرار يعني الماركات العالمية الأخرى، بحيث نقدم للعالم والخليج أيضا منتجات تحمل شعار إماراتي.
وإلى إمارة الشارقة وبحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رعاه الله، تم انطلاق فعاليات الدورة 16 من مهرجان الشارقة للشعر العربي الذي تنظمه دائرة الثقافة بمشاركة 30 شاعرا وشاعرة من 17 دولة عربية، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 12 من يناير الجاري. وأبرز ما جاء بالمهرجان تكريم بعض الشعراء العرب الذين يعتبرون من رموز الشعر في المنطقة. دعيني أقول بأننا نحن من خلال هذا المهرجان أصبحت الشارقة هي المكان الأنسب لاحتفال الشعراء وبعرس القصيدة، وبالتالي هذه الإمارة بفضل هذا الدعم من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أصبحت تشق مجرا عميقا للقصيدة، وبالتالي أصبح الوجدان العربي يتعطر بعطر الشعر ويتغنى. طبعا نحن أولا نحاول أن نوزع هذا التكريم على الدول العربية وعلى الشعراء، نحاول أن نختار تجارب شعرية أثرت المشهد وقدمت من تجربتها بسخاء، سواء من خلال المطبوعات، من خلال الدراسات، من خلال الشعر، التجربة الشعرية الطويلة. وبالتالي نحن نبحث عن هذه التجارب بحث عميق، ثم نختار الأسماء لتعرض من قبل دائرة الثقافة على صاحب السمو الذي يشرف هذه الشخصيات بالتكريم. إحنا مهرجان الشارقة هو عرسنا السنوي، فكنا نحضر كل سنة ونفرح فيه، لكن هذه السنة تمت مباغتي بأن قيل لي أيها الشاعر أنت مقدر من عندنا، فكان لها أثر كبير في نفسي حقيقة، وتساعدني على العطاء حينما يشعر المبدع أنه أن إبداعه مقدر من الآخر، مش مقدر من نفسه، بخلاف الأمسية الشعرية التي ترى التقدير حاضر في المسرح، هناك تقدير آخر أعمق، تاريخي، يمكن أن نقول أنه تقدير تاريخي. الشاعر والمبدع عموما حينما يتم الالتفات إليه من قبل جهة ما ثقافية متخصصة، فهذا يعطيه حافزا إلى الاستمرار، ويعطيه رغبة بالمزيد من العطاء والتواصل مع الآخرين. من الجميل جدا أن يكون هناك مكان وفي للثقة مثل إمارة الشارقة التي اجتمعنا مجموعة من الشعراء من دول مختلفة وتقريبا جميع الدول العربية، وهذا الشيء ملتقى مهم يتيح تبادل الخبرات وتبادل الشعر، ويحفز صراحة حتى الشاعر أن يكتب أكثر. اللوحة الشعرية للشعراء كانت جدا مميزة، هي تعبر عن لحمة للوطن العربي، شعراء من أجناس مختلفة وجنسيات مختلفة وأجناس أدبية وجنسين موجودين في لوحة واحدة تمثل الدول العربية على أرض الشارقة، يتحدثون عن الشعر وعن الأدب. وإلى إمارة دبي، حيث عقدت إدارة تطبيقات الاستدامة والطاقة المتجددة ببلدية دبي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ندوة تعريفية وتثقيفية في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي للمجتمع والمساهمة في تحقيق رؤية مدينة دبي في أن تصبح مدينة ذكية ومستدامة بحلول عام 2021. لنتابع سويا ما رصدته في كاميرا فريق البرنامج.
لقاءنا اليوم هو حلقة الاستدامة، اللقاء الحلقة الثانية اللي نقيمها خلال هذه السنة، اللي نهدف من خلال هذه الحلقات أن نوعي المجتمع، نرفع وعي المجتمع في مجالات الاستدامة. الحلقة هذه تأتي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية التنافسية والإحصاء، اللي استهدفنا فيها طلبة الجامعات، استهدفنا فيها الشباب، وإحنا موجودين حاليا في مركز الشباب، أفضل مركز شباب في العالم. مستقبل الاستدامة، مستقبل للتوفير الطاقة، مستقبل لل استغلال موارد جديدة للطاقة والمياه، ونحن الجيل القادم هو اللي بيدير هذه الأشياء هذه كلها، ونحن نهدف توعيتهم من الآن ونرفع مستوى وعيهم في هذه المجالات. ولقاءنا اليوم يؤكد أيضا التزامنا في بلدية دبي بمجالات البيئة، في مجالات الاستدامة، والتزامنا بدعم المجتمع، مجتمعنا ليكون المجتمع المثالي اللي يحذو العالم حذوه إن شاء الله في مجالات كثيرة. نحن سعيدين بتنظيمنا لندوة أهداف التنمية المستدامة، وهي إحدى حلقات استدامة، اللي هي عبارة عن برنامج توعوي مكثف، عبارة عن سلسلة، وكل مرة نحن كبلدية دبي نطرح موضوع أو تحدي عالمي ونتشارك فيه مع إحدى الجهات الرائدة أن تشاركنا في هذا المحور. اليوم شاركتنا الهيئة الاتحادية للمواصفات والمقاييس متمثلة في أهداف التنمية المستدامة، وتكلم عن أهم محاور التنمية المستدامة وأهدافها، 17 محور من الأمم المتحدة. وطبعا كان هدفنا الرئيسي هو نشر التوعية والثقافة المستدامة. الحمد لله كان الحضور ممتاز من طلاب مدارس، من طلاب جامعات، من موظفين، من أمهات حتى شفنا اليوم، وهذا دليل على أن الأشخاص هذيلا شغوفين بهالموضوع وأن لهم حب التعلم في الاستدامة والطاقة المتجددة. طبعا حاليا نحن نعرف أن الاستدامة صارت مطلب أساسي وتوجه عالمي، ومثل ما نعرف أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي دولة سباقة ورائدة في شتى المواضيع والمجالات، ومن إحدى المجالات هي طبعا الاستدامة والطاقة المتجددة. فلها السبب صار حتى عندنا في رؤى والاستراتيجيات على مستوى الدولة ومستوى الإمارة حتى تتبع نظام الاستدامة والطاقة المتجددة وتركز عليها. نظم منتدى شاعرات الإمارات في مركز الشارقة للشعر العربي بدائرة الثقافة بالتعاون مع جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية أمسية شعرية بعنوان العام الجديد. شارك فيها ثلاث شاعرات ألقين قصائد تهنئة في عام زايد، وتم تكريم الشاعرات على أدائهن وإلقائهن الرائع. كاميرا البرنامج رصدت لنا التقرير التالي. قامت جمعية الفجيرة بتنظيم هذا الأمسية الشعرية بالمشاركة مع مركز الشارقة للشعر العربي ومنتدى شاعرات الإمارات كأول فعالية للجمعية في عام زايد. طبعا الهدف منها كان الشكر، في مقدمتها كان شكر الشيخ محمد بن زايد كأول مبادرة أصدرت في هذا العام، يستاهل طويل العمر. وإن شاء الله بقية الجمعية قاعدة تشتغل على أجندة لعام زايد تشمل جميع المؤسسات، مشاركة جميع المؤسسات من إمارة الفجيرة، وأيضا تشتغل على جميع الفئات، الشباب، الأسرة، والمرأة، والمثقفين. الأمسية اليوم كانت بمناسبة العام الجديد، مشاركة مع منتدى شاعرات الإمارات، اللي الشرف يعني أن نفتتح في العام الجديد معهم بهذه الفعالية، ونشاطاتنا إن شاء الله مستمرة على طول العام بإذن الله، ترقبونا. القصائد اليوم كانت ميكس يعني بين الإنساني، الشعر الإنساني والغزل والوجداني نوعا ما، ولو طال فينا الوقت إن شاء الله كان مجموعة من القصائد نشارك فيها، ولكن لضيق الوقت في مشاركات إضافية طبعا بتكون لهذا المنتدى،
إن شاء الله بنعرض فيها المزيد، لكن ضيق الوقت دائما يحد الشاعر. فعاليات الشعرية هذه شيء جدا مهم كشاعر وللمتلاقين بعد، وإن شاء الله كن متواجدين في الفعاليات القادمة بعد. القصائد طبعا بديت بقصيدة المطر نستبشر فيها، وبعدها اتطرقت لمواضيع أخرى، في قصيدة تكلم عن الأم، وفي عدة قصائد كانت وجدانية طبعا حبيت أشارك فيها حاسيس الناس، وإن شاء الله أنها تكون وصلت لذائقة المستمعين. شاركت هذا المساء مع نخبة من شاعرات منتدى الإمارات، وكل شرف بهاي المشاركة. المشاركة هاي بمناسبة العام الجديد، بمناسبة عام زايد، كان لي مشاركة بقصيدة بعنوان شكرا محمد بن زايد. هي قصيدة كتبت في مقام كريم المقام لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه. مشاركتي اليوم أنا جدا أعتز فيها في بداية هذا العام، وإن شاء الله أنها تكون بداية لأمسيات ومشاركات قادمة مع زميلاتي وشاعرات منتدى شاعرات الإمارات. هي ليست المشاركة الأولى ولن تكون الأخيرة إن شاء الله. نطمح أن نتعاون مع الجهات المنسقة، الجمعيات الثقافية والمراكز الثقافية، لمشاركات خلال العام والسنوات القادمة إن شاء الله. وإلى إمارة الشارقة التي تشهد في الأيام الحالية مهرجان الشعر العربي، حيث قدم منتدى السرد باتحاد كتاب وأدباء الإمارات بالشارقة جلسة نقدية لرواية أيام الزغنبوت للكاتبة الإماراتية مريم الغفلي بحضور ضيف الجلسة الناقد الصحفي عصام أبو القاسم. كاميرا البرنامج تواجدت في الجلسة وعادت لنا بالتقرير التالي. منتدى السرد هو منتدى أسبوعي بينظمه اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وهو يعتبر من المنابر المهمة جدا لأنه بيضيء على الأعمال الصادرة حديثا والأعمال المتوجة بجوائز، ويستضيف كتاب ويستضيف نقاد من المحليين ومن العرب بشكل عام، وأنا واحد من رواده وبحرص على أنه أحضره اعتبار أنه بيعطيني فكرة عما يجري من حولي في المشهد الأدبي، ويساعدني أيضا في بناء تصورات وأفكار حول ما يصدر من روايات ومن قصص ومن كذا. اليوم حكينا عن رواية أيام الزغنبوط للروائية مريم الغفلي، وهي من الروائيات الإماراتيات المتميزات، صدر لها مجموعة من الروايات اللي أعطتها مكانة مميزة في المشهد الأدبي، وهذه الرواية على وجه التحديد فازت بجائزة الإمارات للرواية السنة الماضية يعني 2017، ومن هنا طبعا بتكتسب أهمية خاصة. أنا بدعو القراء ومشاهدي هذه القناة لقراءتها واقتنائها، لأنها تضيء على مرحلة مهمة جدا من تاريخ منطقة الخليج بشكل عام، وأيضا تعكس ظروف وأجواء اجتماعية وتاريخية من المهم إنه القارئ المعاصر يطلع عليها. طبعا اتحاد كتاب الإمارات يقيم أمسياته يوم الأربعاء منتدى السرد، وهذا المكان الجميل الذي يمثل منصة لالتقاء الأدباء والمثقفين، وطبعا المكان أيضا جميل يعني بيطلع على قناة القصبة والمقاهي. بعد كل أمسية بيصير لقاء للشعراء والكتاب خارج إطار الاتحاد في المقاهي الموجودة في الخارج. مكان غني، والشخصيات اللي بيستضيفها هي شخصيات ثرية ثقافيا. طبعا النقد البناء هو اللي بيرفع مستوى الأدب، والأدب حاليا يعني نحن عايشين عصر جمود من ناحية الشعر، لأنه ما في نقد، والنقد عنا حتى ما ارتبط في الفلسفة للأسف. يعني الفلسفة عنا اندثرت، وبعدين النقد اندثر، صار عنا استناداتنا مفاهيمنا كلها استندت على النقد الغربي، مش النقد الحالي الصحية حاليا أو الوضع الراهن للوطن العربي. وين وصل الشعر؟ وين وصلت الرواية؟ للأسف هذا أدى إلى عزوف الجماهير عن القراءة.
مشاهدينا برنامج من الإمارات أكيد مكمل معكم، لكن شو رأيكم نروح لهذا الفاصل القصير؟ فجيرة مطلع الشمس. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، رجعنا بعد هذا الفاصل ونتابع برنامج من الإمارات. أطلق مصرف الشارقة الإسلامي بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية جهاز الصراف الآلي الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والذي يخدم فئتين من أصحاب الهمم وهما الأشخاص المكفوفين والأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية، حيث تم تزويده بتقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تقديم خدمات الصرافة الإلكترونية لأصحاب الهمم بسهولة واستقلالية ودون الحاجة إلى مساعدة، وذلك في إطار المبادرات الرامية إلى دمج الأشخاص أصحاب الهمم في المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة وتلبية متطلباتهم المالية. كاميرا البرنامج كانت هناك وعادت لنا بالتقرير التالي. اليوم لله الحمد تم تدشين أول جهاز صراف آلي في منطقة الشرق الأوسط لمدمج لذوي الإعاقة، الإعاقة الحركية والإعاقة البصرية وأيضا ضعف النظر، بالإضافة إلى أن هذا الجهاز أيضا يخدم فئة غير ذوي الإعاقة. الهدف من هذا الجهاز هو دمج هذه الفئات في المجتمع، بحيث أن أيضا كل فئة من هذه الفئات عندما تستخدم الجهاز لن تشعر بفرق، ضمننا في كافة الحركات والمعاملات البنكية، الأمن وأيضا سهولة الاستخدام. طبعا مصرف الشرق الإسلامي دشن أول جهاز خاص بالإعاقة الحركية في سنة 2008 بنادي الثقة للمعاقين. من 2008 لحد الآن ولله الحمد كل أجهزتنا اللي هي تخدم فئات ذوي الإعاقة أنجزت المعاملات بنجاح، أنجزت المعاملات بشكل آمن، لم نجد أي شيء غير مألوف. الإضافة الجديدة هي جهاز الصراف الآلي اللي موجود في مدينة شارقة الخدمات الإنسانية، الإضافة اللي تمكن الأشخاص المعاقين حركيا والأشخاص المعاقين البصريا من التصرف باستقلالية في أمورهم المالية. الجهاز الأحدث والجهاز مزود بصوت، حيث أن الكفيف أو اللي عنده إعاقة بصرية يتحرك على راحته ويسحب ويتصرف ماليا بدون أي ضغوط بدون حاجة لمساعدة. الشيء الإيجابي الصراف هذا يكون تعميم على مستوى الدولة، وشكرا مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية مصدر المبادرات الطيبة، وشكرا مصرف الشارقة الإسلامي. تجربة رائدة الصراحة ومميزة، وبتخلي ذوي الإعاقة البصرية يحسون بالاستقلال، ما في مجال حتى أن الواحد يسأل شخص مبصر مثلا شو أسوي الحين. وايد فكرة حلوة بصراحة، مثلا لو حابة أنا أستعلم عن الرصيد ممكن أستخدم السماعة، وفي كل الحالات أصلا أنا ما بكون بروحي، مثلا نكون طالعين مع بعض أو شيء، فيعني أنه ما في، بالعكس أنا أتمنى أصلا أن يكون هالنوع من الصراف موجود في كل مكان. عقد مؤتمر الفجيرة الدولي الثاني للبيئة البحرية والسواحل تحت عنوان التخطيط للسياحة البيئية الناجحة لتعزيز استدامة المدن والمناطق الساحلية، وذلك للتعرف على التشريعات والسياسات العالمية والتخطيط الاستراتيجي لحماية المناطق الساحلية وتعزيز السياحة البيئية الناجحة. كاميرا برنامج من الإمارات كانت متواجدة لتغطية الحدث وعادت بالتقرير التالي. رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة حفظه الله، نظمت بلدية دبا المؤتمر الفجيرة الدولي الثاني للبيئة البحرية والسواحل
بعنوان تنمية السياحية المستدامة. يهدف المؤتمر إلى عرض أفضل التجارب في السياحة البيئية على مستوى العالم. هناك 14 ورقة عمل عالمية من تشمل تجارب من مختلف مدن العالم، وكيف استطاعت هذه الدول من خلال السياحة البيئية أن ترفع الناتج المحلي لمدنها ودولها. طبعا هناك أيضا في ميثاق تم توقيعه بين المؤسسات المحلية والبلدية للحفاظ على البيئة الساحلية لضمان التنوع الأيكولوجي في هذه المناطق ولأفضل الممارسات. كل هذه المؤسسات فاعلة ولها دور في التعامل مع البيئة البحرية والساحلية. طبعا احنا انشئت المحميات والبلدية مسؤولة عن هذه المحميات وعلى قدم وساق بالحفاظ عليها واستزراع المرجان واستزراع. ايضا هناك ان شاء الله بتكون تشريعات جديدة تحدد بالاضافة الى التشريعات الحالية دور كل مؤسسة وكل جهة بما يتناسب مع مساهمتها في البيئة البحرية. طال عمرك اللي هو التبادل الخبراء اللي جايبينهم عن طريق مركز المدن العربية، مركز البيئة للمدن العربية، طبعا اللي هو تحت مظلة بلدية دبي. حرصنا ان نحن نجلب هذا في هذا المؤتمر الثاني خبراء في مجال، مثلا عندنا خبير في مجال المحيطات، خبراء في هذا الاختصاص. فهذا طبعا التغيير عن الفترة اللي طافت، وكذلك ايضا لو تلاحظ حتى نشكر ايضا الرعاة اللي قاموا بدعم هذا المؤتمر مقارنة بالعام السابق. الحمد لله في زيادة ملحوظة، وأيضا الميثاق اللي تم توقيعه اليوم مع مجموعة من الشركات العاملة في إمارة الفجيرة، هذا بعد أكبر دليل على الدعم القطاع الخاص أيضا لهذا المؤتمر وهذه المبادرات اللي تدعم البيئة السياحية. مشاهدينا، نظمت شركة الجوري لتنظيم المعارض والفعاليات كرنفال عجمان الشتوي، وذلك بحديقة العلم بعجمان، لمساعدة الأسر المنتجة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم للعامة، حيث شهدت الحديقة أجواء رائعة للأسرة والطفل. نتابع. مؤسسة الجوري تأسست المؤسسة في 2017، تم خلال السنة عمل أربع معارض تخص الأسر المنتجة. نهتم اهتمامنا بالأسر المنتجة الإماراتية، نحن نحب أن نطلعهم شوية للجمهور، نحب نساعدهم حتى يعني الإيجارات بسيطة مبسطة جدا لهم. نحب أن نحن نساعدهم عشان يكبر المشروع، من يعني مشاريعهم بدل ما تكون صغيرة تبدأ تكبر وتعلى. في عنا مشاركين ما شاء الله وايد، في عنا مشاركين يبيعون عطور، في مطليات ذهب، في عبي، في أكلات شعبية. هاي المرة اخترنا الحديقة، حديقة العلم، لأن هي أصلاً معلم الحين في عمان، وطبعا هي يعني يجونها وايد زوار، ونحن حبينا نغير شوي من المكان بدل ما يكون مكان يعني شيء فاضي، عملنا فيه شوي حركة، فيها ألعاب للأطفال، يعني حتى الناس لما يجون يتسوقون عيالهم خلاص مطمنين إنهم موجودين في الألعاب، مطمنين يعرفون وين مكانهم لأن ما هم يعني يخلصون التسوق. والله اشتركت فيه انا يعني لانه مهرجان كتير كويس وفي عليه اقبال عالم،
بالنسبة لل يعني المنظمة هي كانت روحها كتير رياضية مع الناس وكتير يعني متعاونة هيك مع الناس، فأنا حبيت إني أشترك فيه وساهم بمأكولاتي الموجودة عندي اللي هي مثلاً فلافل شامية والبطاطا ستيك وعندي بليلة بلبلوكي وعندي كذا ورق عنب وكذا أكل يعني بنزل فيه. والله أنا بشجع كل واحد يعني عنده لقمة طيبة وكذا يطلع ويعرض يعني هذا الشيء كلياته، يعني في إقبال كتير عليها الشغلات هاي مثل الجيمات والشغلات المأكولات الخليجية، وأنا يعني بحب إنه مأكولات المصرية أي دولة تطلع تنتج اللي عندها، يعني هذا كتير شيء رائع وحلو. ونبقى في عجمان حيث تعد محمية أزورة الطبيعية بعجمان ملاذا للطيور والحياة البحرية وأشجار القرم المميزة، لذلك تنظم شركة لؤلؤة عجمان رحلات بحرية للزوار للتعرف على كيفية صيد اللؤلؤ ولمشاهدة الطيور المتنوعة والنادرة والاستمتاع بالنظر إلى غابات شجر القرم المميزة. نتابع التقرير التالي. مثل ما تشوفون ان الجلبوت عندنا يتميز بالمجلس العربي، فاحترامنا له لازم نفسخ احذيتنا برا، وهذا شيء يعني على كيفكم اذا تحبون تفسخونها ولا ما تفسخونها، هاي شيء راجع لكم. فمثل ما قلت لكم عندنا هني ما شاء الله شرح عن اللؤلؤ وشلون كانوا الاوليين في سنتهم الاوليين كانوا يفتحون المحار، فاليوم بنشرح لكم شو كانت الشغلات اللي كانت موجودة داخل البحر في زمان الأول. زمان الأول ما كان في شغل إلا كان شغل وراء الغوص عن اللؤلؤ. من قبل ما كانت تبتدي رحلاتهم حق الغوص كانوا تقريبا يتعادلون إلى 20 شخص كانوا يقعدون في هالجالبوت هذا، وكانوا يعني على شكل أنهم يغامرون في البحر مدة أسبوعين. فكان هذيك الأيام الأولية مثل ما قلت لكم ما كان في أي شغل ثاني، كان إلا هذه الشغلة اللي هي البحث وراء اللؤلؤ، الغوص وراء اللؤلؤ. طبعاً مثل ما قلت لكم أن هذا هو الجلبوت اللي كانوا يدخلون فيه مدة شهر وشهرين، ومثل ما تشوفون قدامنا بالعمدان الكبيرة والأشرع الواسعة اللي كانت موجودة في ذيك الأيام. طبعاً ما كانت في داخله أي مكاين أو أي آلات أن تدفعه أن يتم أو يمشي داخل البحر. طبعاً مثل ما تشوفون وراي هاي أشجار القرم ترى عمرها طويل، كان الحين كل 10 سنوات تنبت متر، بعد ما كان الحين تقريباً 3 أمتار تحت الماي و4 أمتار فوق الماي، يعني الحين من هذيك المدة لين الحين تقريباً صار عمرها 80 سنة. والحين لو كنا نقدر أن إحنا ندخل داخل ونراويكم الأشياء اللي موجودة مثل الطيور المهاجرة وطيور الفلامينغو وطيور برشلونة الرمادي وميرزا البطاح كنا بنراويكم، لكن مستوى الماي ما يسمح لنا أن إحنا نقدر ندخل لين داخل وتمعنون النظر في هاي الأشياء اللي موجودة عندنا من ذيك في هالوقت. فبنكتفي في جولة أن إحنا ناخذها جنب القرم هالشكل ونراويكم الأشجار الجميلة هذه وغابات القرم اللي موجودة عندنا. طبعاً بنراويكم هذه الحصاة اللي كان اسمها الوزن اللي كان يدخل تنزل الغواص من على تريج الجالبوت إلى تحت الماي. أخونا طاها بيراوينا شلون كانت يثبتونها في الرجل. هذه هي طريقتها الأساسية اللي كان يغوص فيها الغواص داخل البحر، وبعدين يعطيني إشارة لما يوصل القوع يعطيني إشارة فأنا أسحبها وأخليها جنب التريج مال الجالبوت وعساس أنه بعدين يعيد الكرة مرة ثانية داخل الغوص. وطبعاً في أدوات ثانية بعد كان يلبس الغواص بهالطريقة هذه. أخونا طاها بيراوينا هذه هي طريقة لبس الديين، وطبعاً لما كان ينزل في الماي كان ينزل بعين واحدة يغمضها وعين واحدة يفتحها عساس ما تحترق عيونه من سبة الملح اللي موجود داخل ماي البحر. هذا هو الخبط
الخبط الله يسلمكم كان يلبسه الغواص في يده عساس انه ما ينجرح لما يروح من داخل البحر وينقف او يطلع يسحب المحارة من داخل قوع البحر. ليش؟ لان عليها شوية سنون هنيك فكانت تجرحهم، فكان عشان كذي كان يلبسون 10 حبات في اليد عساس انه ما تجرحهم في يدهم، ويحط اللولو مثل هذه الطريقة داخل الديين. في حبل ثاني اللي يسمونه حبل الثقة، حبل النجاة. هاي الحبل مهم جدا يا جماعة الخير، هذا الحبل اللي كان يزود الثقة بين الغواص وهو تحت الماء في ساعة المخاطر، أيام كان يجيهم القرش أو يعني أشياء كبيرة في البحر يعني مثل بنقول اليريور القرش. قبل لا نفتح المحار هو يا مال، ونقول هو يا مال، 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 هو يا مال. طبعا نطلع الحبة ونحطها في الملح، هذا ملح البحر نفسه، طبعا نحكها شوي فيه ونفركها أساس يعطيها اللمعان مالها والرونق اللي هي عليه دائما. هذه لؤلة عجمان، تتمنى ان كل واحد هني في الامارات يقدر يكون عنده حبة لؤلؤة. مشاهدينا نحن مكملين برنامج من الامارات، لكن رح نروح فاصل قصير وبنرجع. اهلا وسهلا فيكم من جديد. تحت رعاية سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح، انطلق مهرجان البطائح الشعبي الثالث بالشارقة، وهو مهرجان أقيم من أجل الأسرة، جاء ليلبي جميع احتياجات الأسرة بالفعل من منتجات وألعاب ترفيهية للأطفال وأماكن ترفيهية مخصصة للأسرة ومجموعة من الفعاليات المميزة. برنامج من الإمارات كان هناك وعاد بالتقرير التالي. الحمد لله، هذا المهرجان الثالث، مهرجان البطائح الشعبي الثالث 2018. يتضمن المهرجان فعاليات متنوعة تشمل فقرات على المسرح، فعاليات، محلات أسر منتجة متنوعة فيها مطاعم وفيها مأكولات شعبية. طبعا المهرجان تحت رعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعندنا رعاة وداعمين للمهرجان من مؤسسات وشركات متنوعة. عندنا تقريبا الحمد لله 100 محل أسر منتجة. مهرجان البطايح يكون مميز، يعني مع معاملة الطقم اللي فيه، مع الحمد لله فيه زوار كثير، بس والحمد لله عشان أنا بقالي الحين 3 سنين بشارك معاهم. كنا نحن الأول، أنا كنت بالبيت، بس مع المعارض مع التطور يعني مع شيوخنا جزاهم الله خير ما قصروا، يعني بدينا المعارض تستوي ونحن بنروح المعارض نشترك فيها. الحمد لله يعني ما مقصرين، كل شيء موفرينه، الله يطول عمر الشيوخ ما قصروا، كل شيء متوفر ومشاركين. يعني هاي السنة الثالثة لنا في الاشتراك، يعني حلو دعم من الشيوخ أنهم يشجعوا المواطنين، المواطنين يعني يتشجعوا لهالشيء، يعني حركة حلوة. الحمد لله مبسوطين ومرتاحين وحلوة، يعني في تعارف، في تجمع، فيها محبة، في تآلف، في يعني الحمد لله كل شيء متوفر. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبمتابعة وإشراف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، انطلقت بميدان الفروسية بعجمان فعاليات النسخة 16 من بطولة عجمان لجمال الخيل العربي الأصيلة 2018. جاءت البطولة تحت شعار عام زايد، مئوية زايد، مئوية وطن، واستمرت 4 أيام، شارك فيها 330
ثلاثة من الخيول من أنقى السلالات وأجملها وأقواها لأشهر الملاك. لنتعرف أكثر على تفاصيل البطولة كان لنا التقرير التالي. بطولة عجمان للجواد العربي طبعا تعتبر من أهم البطولات الموجودة في موسم مسابقات خيول الجمال. فيها نخبة شارك فيها طبعا نخبة الخيل الموجودة، وكلهم يحاولون يشاركون فيها على أساس يتأهلون للبطولات الدولية. طبعا الله يطول عمر الشيخ أحمد والشيخ عمار قدموا الدعم الكامل للمواطنين في البطولة هذه، قدموا جائزة لأفضل ثلاث مراكز للمواطنين، وكمان عطوا جائزة ثانية للأفضل خيل أو سكور خيل لمالك مواطن. طبعا هذا كله دعم يشجع الملاك أنهم يشاركون في هالبطولات، يظهرون إنتاجهم، يشوفون يشوف تجهيزهم وفرصة للتحدي يعني. بداية نحب نشكر سمو الشيخ عمار على هذا التنظيم وعلى هذه البطولة وإتاحة الفرصة للجمعية. بطولة عجمان بطولة مميزة، من أهم عناصر فيها أن هي الفرص متكافئة للمواطنين. السنة هذه اكتسبت ميزة إضافية، وعلى مدى السنين يعني اكتسبت بطولة عجمان امتيازات خاصة. السنة هذه تم استبعاد كل الخيول المتدنية الدرجات أقل من 88، وهذه إضافة للبطولة. في عجمان بالتأكيد ما في أي صعوبات، كل شيء مدلل لنا، تنظيم في أفضل منطقة في عجمان. هذه المنطقة تم فيها من سنين يعني التحضير لها. كل البطولات في كل أنحاء الدولة الحمد لله يعني ما في أي صعوبة في التنظيم، سواء كان في الفجيرة، في عجمان، في أبوظبي. كل اللي نحن يعني نتمناه أن نحن سنة ورا سنة نحاول أن نرقى بالملاك بالتوجه في أن يكون عندهم الأفضل، وهذا هدف الجمعية أن تحاول بقدر الإمكان أن توجد الابتسامة والفرحة لملاك الخيل من خلال إقامة عدة بطولات، 10 بطولات على مدار السنة فيها جغرافيات مختلفة في الدولة. بنسيج من الإبداع وبرعاية جمارك دبي، تم افتتاح معرض واحة السجاد والفنون 2018 في مركز دبي التجاري. لمزيد من التفاصيل نتابع التقرير التالي. طبعا المعرض هذا يعتبر احد اهم معارض السجاد اليدوي على مستوى العالم، ليس عده اسباب حقيقة. السبب الرئيسي الاول انه هو المعرض يضم اكثر من 200 الف قطعه سجاده، من ضمن السجاد هذا يعتبر سجاد نادر لاول مره يعرض على مستوى العالم. المعروضات تتجاوز قيمتها 2 مليار درهم. المعرض يشهد حقيقة صفقات كبيرة من عدة تجار على مستوى العالم مهتمين جدا في أن يحضرون هذه الفعالية. تعتبر الفعالية هذه أحد أهم فعاليات الجذب التجاري والسياحي في دبي خلال فترة المهرجان. وتم استقطاب دول جديدة في هذا المجال من تركمانستان ومن أذربيجان، وبدينا في الصين حاليا سجاد يدوي، وتم إنشاء قسم خاص لدعم الصناعات المحلية والخليجية في هذا النوع من الصناعة. فبدينا السنة هذه لله الحمد نحن نبدأ في دعم هذه المصانع الخليجية، وتوفقنا إن شاء الله كبداية الدورة 23 في هذا المجال. نحن بالمعرض هون اليوم عم نعرض أنتيكس، بس قطعة واحدة نادرة يعني ما بتلاقي غيرها بأي بلد تاني. هي ريجنلي بلشنا بلبنان بيروت واجينا على دبي، صرنا تقريبا شهرين بدبي، وعنا سجاد
ما قيمتهم بين 300 سنة ل 500 سنة، إيراني وموجود عنا هنا، كل قطعة نادرة ما في منها بمكان تاني. وطبعا الانتيكس كله معمول، في عندك جابانيز، تشاينيز، أوروبي، إنجليزي، كمان نادر، معمول كله هاند ميد بالإيد، وما بتلاقي منه طبعا قطعة تانية بمكان تاني. وذاتس واي نحن اجينا على دبي، صرنا تقريبا شهرين بدبي، وخبرة أكثر من 20 سنة بالسجاد والأنتيكس. ستفضلوا لعنا أي وقت، موجودين لآخر المعرض. مشاهدينا، هيك بنكون خلصنا حلقة اليوم من الإمارات. أتمنى أن تكون حلقة مفيدة وممتعة. إن شاء الله حلقة قادمة في الأسبوع القادم. إلى اللقاء.